يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تخصيص خطبة الجمعة التالية للثاني عشر من ربيع الأول، تخصيصها بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا مشروع؟ من الذي خصصها؟ منه؟ ما أحد خصصها من أهل العلم الموثوقين. نعم. يقول فضيلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منا أن نقرأها وأن نطلع عليها في كل الأيام وفي كل السنة لنعتبر بها وننهج منهجها. أما أن يخصص يوم أو مناسبة أو خطبة جمعة معين، هذا لا، هذا من البدع. نعم.